السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات مقدمة في الاقتصاد القياسي. موضوع الحلقة هو تقدير فترات الثقة لمتوسط المجتمع، estimating confidence intervals for the population mean. فمن أجل تقدير فترات الثقة لمتوسط المجتمع، يعني نستخدم الانحراف المعياري لpopulation أو الانحراف المعياري للعينة S. في غير الأمر يعني يكون الانحراف المعياري لpopulation غير معروف، ولمعرفة يعني كيفية تقدير متوسط المجتمع يعني نعتبر مثال متجر مثلا الذي أخذ عينة 100 عميل N، ولمعرفة يعني المبلغ الذي ينفقه كل الذين يعني يزورون المتجر. نفترض أن الانحراف المعياري معروف لpopulation يعني من خلال البيانات التاريخية التي تم إنجازها، كما أن هذه البيانات التاريخية يعني تتبع توزيعا طبيعيا. في آخر يعني دراسة من الدراسات التي تم يعني تطبيقها على 100 عينة، يعني 100 عميل، حصلنا على متوسط يعني يساوي 82 دولار طبعا كإنفاق. يعني وقلنا أن هذه البيانات التاريخية يعني على الإنفاق للبوبيليشن يتم توزيعها طبيعيا بانحراف سيجما يساوي 20، ومن هنا فتوزيع يعني أخذ العينات لإكس بار يتبع التوزيع الطبيعي مع اس او يعني سيجما على يعني جذر ان، اي 20 ك يعني انحراف معياري على جذر يعني 100، فنحصل على القيمة 2. وباستخدام يعني جدول الاحتمالات الطبيعية نجد أن 95 يعني في المئة من قيم أي متغير عشوائي موزع بشكل طبيعي تقع ضمن المجال يعني 1.96، يعني إما زائد 1.96 وناقص 1.96 الانحراف المعياري المتوسط، يعني 1.96 ضرب يعني الانحراف المعياري على جذر 20، وينقص كذلك ب 1.96 ضرب الانحراف المعياري على جذر ام، اي يساوي 3.92. وبه فمن خلال تقدير فترات الثقة نحصل على 82 زائد او ناقص 3.92، ومن ثم تقدير the confidence interval للمتوسط population اعتمادا على البيانات هو 78.08 و85.95. وبه فإننا واثقون بنسبة 95% من أن this confidence interval يتضمن متوسط يعني population mean. نأخذ مثال ثاني، توزيع نوع معين من البطاريات التي نعرف يعني انحرافها المعياري الذي يساوي 2، لكن لا نعرف متوسط التوزيع. ولتقديره نأخذ يعني عينة يعني من يعني عينة تساوي 20، أن يساوي 20 بطارية من هذا النوع. فنلاحظ يعني عمر الخدمة، يعني عمر هذه البطاريات يعني تعطينا كنتيجة أن متوسط يساوي يعني 10 ساعات. ومن خلال هذا الاستطلاع يعني نود تحديد فاصل الثقة بنسبة 95% يعني تقدير متوسط عمر هذه البطاريات. في هذا المثال لدينا ان تساوي 20، يعني اقل من 30، وبه نستخدم يعني التوزيع الستودنت لأننا حصلنا يعني نعمل على عينة أصغر من 30. طبعا أكبر من 30 فالتوزيع يكون توزيع طبيعي، وبالتالي نستخدم جدول التوزيع الطبيعي. أقل من 30 نستخدم جدول التوزيع ستودنت. وبه فيعني أن هذه العينة يعني باستخدام الاحتمال أو جدول احتمالات ستودنت نجد أنها تساوي يعني 2.083، أي نحسب تي تساوي 0.025 يعني درجة حرية ان ناقص 1، أي 19.
وبه فإننا يعني واثقون بنسبة 95% من أن هذا الفاصل، يعني هذا الفاصل يتضمن يعني المتوسط، أي فاصل هو يعني بين 5.814 و14.196. نأخذ على سبيل المثال مجموع البيانات حول مقاس وطول وحجم يعني الأخشاب في 31 شجرة كرز سوداء مقطوعة. هذه البيانات تتضمن يعني كما تلاحظون على الجدول 31 يعني مفردة أو ملاحظة، ويعني 3 متغيرات هي جيرث وهاي وفوليوم. طبعا جيرث يمثل محيط قطر الشجرة، وهاي يمثل ارتفاعها طبعا، ومتغير فوليوم يمثل حجم الأخشاب. وطبعا المتغير الذي نريد يعني تقدير متوسط population من خلال هذه العينة هو المتغير يعني هاي الارتفاع. فمتوسط الارتفاع لهذه العينة يساوي 76. طبعا ان يمثل عدد المفردات الذي يساوي 31 مفردة، ونحدد يعني فاصل ثقة بنسبة 95. لذلك نكتب confidence level equal يعني 0.95. يعني وبما ان يعني العينة يعني تقريبا تساوي 30، ف اكس بار يعني يتبع توزيع يعني طبيعي. ونستخدم لاجل لهذا الامر يعني كما قلنا جدول احتمال ستودنت يعني لان 95، فنحسب يعني تي ل 0.025 ان ماينس 1 يعني 30، 31 ناقص 1 اي 30. فنحصل يعني على تي يساوي 2.042، بحيث ان كي تي تمثل التوزيع الاحتمالي للستودنت، و دي اف يمثل درجة الحرية فريدم ديجري. نحسب أولا الانحراف يعني المعياري اس دي مع على جذر يعني ان يعني على جذر 31 لنحصل على القيمة يعني 1.14 تقريبا، ونضربها يعني في القيمة زائد 2 لنحصل على القيمة يعني 2.33، أي تقدير متوسط population يعني سيزيد أو سينقص على هذه القيمة، أي 76 زائد 2.33 و76 ناقص 2.33. ومنه فتقدير interval يعني confidence interval يعني ل يعني متوسط population يعني هو يعني 73.66 و78.33. وبه فإننا يعني واثقون يعني بنسبة 95% من أن this confidence interval يعني يتضمن متوسط ال population. يعني ممكن أن نحصل على نفس النتائج من خلال يعني function t test، أي test for students لدرجة ثقة تساوي 95. فنحصل مباشرة على يعني confidence interval يعني 73.66 و78.33، أي أن كما قلنا أن يعني discount confidence interval يتضمن متوسط population بنسبة ثقة 95%. طبعا هذا التيست يتضمن مجموعة من attributes، حيث أننا يعني ممكن أن يعني نفصل في هذه في مجموع هذا التيست. فنلاحظ أنه يتضمن يعني التيست ستاتيستيك بارامتر بي فاليو كونفيدنس انترفال استيميت
إلى آخره. طبعا نحن يعني المطلوب منا أن نحسب يعني the test of confidence interval، فنحصل يعني بالضبط على يعني القيمة 73.66 و 78.33. ممكن كذلك نحسب كذلك يعني freedom degree لتساوي n ناقص 1، أي 31 ناقص 1 اللي هي 30، كما يعني يمكن أن نحسب يعني p value. كذلك test statistics أو تكالكولي يساوي يعني 66.40. بقي لنا يعني أن نتعرف كيفية خلق دالة function يعني تسمح لنا مباشرة بحساب يعني confidence interval التي سميناها يعني CE point calculate، يعني confidence interval. وبه فلا بد أن نحدد أولا المتغير، يعني التغير الذي نريد من أجله يعني تقدير فترات الثقة. كذلك نحدد كذلك sample size، يعني sample size يعني عدد مفردات العينة اللي هو 31، و thick critic والتي سميناها في المثال السابق زد 2، والتي تتضمن يعني الفانكشن كيتي يعني التوزيع الاحتمالي ستودنت. ونحدد يعني متوسط يعني العينة، كما نحدد الانحراف اس دي للعينة، ونكتب المعادلة، يعني المعادلة التي ستسمح يعني بحساب يعني أول يعني قيمة للconfidence interval، يعني المتوسط ناقص زد 2 أو تي كريتيك ضرب يعني الانحراف المعياري على يعني جذر يعني عدد العين مفردات العينة. وفي القيمة الثانية يعني فترات التقدير أو confidence interval هو يعني متوسط زائد يعني زد 2 ضرب يعني انحراف معياري على جذر n. وبه ف يعني تطبيق هذا الأمر سيسمح لنا مباشرة بتقدير فترات الثقة لمتوسط المجتمع لإكس. نكون قد أنهينا حصتنا، إلى لقاء قادم إن شاء الله.